سيادة الوزير. سيادة الوزير. يا كابتن عدلي. يا استاذ عمري الف 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 مبروك. استنى بقى استنى. لا لا ما احنا ما ينفعش نقفل ومعانا محسن رمضان ومعانا الدكتور كمان اللي هيتكلم على الحلقه. احنا عمالين نقول لهم فين محسن؟ عمالين ندور على محسن زي ما كنا زنوم الاتوبيس. احنا جبنا لك اهو معاك اهو. طيب اتفضل يا احمد. كابتن اتفضل اتفضل. يعني يا عم محسن نقعد نجري وراك وانت في نادي اليوفلس ومش عارف، ويوم ما تيجي النادي الاهلي مستنيين بقى احنا بطولة السوبر تتعور لي امبارح ولا اول امبارح كده؟ والله يا نصيبك كده طبعا. اعمل ايه؟ الحمد لله ان شاء الله. بس روحك ووجودك مع زمايلك انا متاكد انكم على قلب راجل واحد، والخيره في الباقي وقلبنا معاك الحقيقه يعني، وترجع بسرعه يا رب يا كابتن عادل. يا رب باذن الله يا رب دايما. محسن انت كنت عايز تلعب برغم الكسر مش كده؟ اه والله طبعا ده كان نفسي طبعا، بس هم اللي منعوني والله. لا ما ينفعش. اه ما كانش ينفع والله، بس هم اللي منعوني يعني. انت عارف ان ده نهائي افريقيا وسوبر، يعني ما ينفعش الواحد يبقى قاعد في مباريات فوق بيتفرج عليه، يعني لازم في الملعب. بعدين صورتك جايه هنا عامل وحش وماسك لي الكاس بايدك المكسوره. ايوه طبعا. انت اي حاجه. ألف ألف سلام عليك، وإن شاء الله ترجع تبقى كويس في كأس العالم. واللعيبة بتقول عايزة تلعب الماتش ده على شرفك يعني، عشان يهدوك البطولة بإذن الله. كلهم لعيبة رجالة والله. إن شاء الله يا حبيبي إن شاء الله. هم عايزين فرحة بإذن الله والله. أنا الحمد لله. الحمد لله حبيبي. ألف مبروك. ألف مبروك ألف مبروك كابتن محسن، ألف سلام عليك.